رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وطبعا منورنا دلوقتي مشرفنا في الاستوديو استاذ عمرو فوزي ناقد الرياضي. طبعا اكيد كالعاده احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا النهارده، وعندنا طبعا كلام كتير جدا هنتكلم عليه، وهنبتدي اكيد بالنادي الاهلي وبالدوري المصري الممتاز عامه، والاحداث طبعا الكتير اللي حصلت في النادي الاهلي اللي كان متصدر للدوري المصري الممتاز في المركز الاول، واللي طبعا بسبب مباراه بيراميدز وفوز الزمالك في مباراته الاخيره احنا دلوقتي بقينا في المركز الثالث. شايف المشهد ازاي؟ اول مساء الخير على حضرتك. نمره واحد، المشهد لسه احنا قلنا الدوري طويل، اتكلمنا في الموضوع ده كتير، لسه الدوري مش هيبان غير على اخر اسبوع او اسبوعين، ممكن ما يبانش غير بعد كاس الامم الافريقيه كمان، لسه فاضل 8 مباريات لكل فريق. صحيح. وست مباريات لبيراميدز، يعني الاهلي وزمالك كل فريق فيهم ليه 8 مباريات وست لبيراميدز، مش هيبان فيهم الدوري، لكن الاهلي مازال عنده امل كبير في الدوري، لان هو بايده هو مش بايد حد تاني. يعني قبل كده كان ممكن نقول الاهلي مش بايده هو، لازم الزمالك يخسر نقاط، النهارده الاهلي لو فاز في الثمان مباريات بتوعه منهم مباراه الزمالك يفوز بالدوري. صحيح. حتى لو الزمالك فاز في كل مبارياته. صحيح. الفرق نقطتين، احنا محتاجين نفوز في الثمان مباريات بتوعنا. فلازم اللعيبه تبقى مدركه لده، والجهاز الفني يبقى مدرك لده، ان الاهلي اكبر من كده، وان هو لازم يفوز في كل المباريات اللي فاضلاله، يقاتله عشان يساعدوا الجمهور الاهلاوي. صحيح. طيب النادي الاهلي دلوقتي معاه 58 نقطه من 26 لقاء، موقفنا ازاي؟ لسه الملعب في الدوري، في ناس بتفقد الامل، في ناس شايفه طبعا الاهلي من نصيبه ان شاء الله الدوري او اللقب ال 41 في الموسم الحالي. شايف انت من وجهه نظرك مكان الاهلي؟ الدوري صعب طبعا، الدوري صعب جدا، صعب نتنبأ مين الفرقه اللي هتاخد الدوري. الاهلي مش في مستواه اللي احنا دايما متعودين عليه، بيلازمه سوء توفيق غير طبيعي، بيلازمه اصابات كتير جدا، اجهاد غير طبيعي، ضغط مباريات غير طبيعي. الماتشات اللي فاضله ماتشات صعبه، يعني فاضل له 8 مباريات صعبين جدا. صحيح. جدا لا يقبل القسم على 2، يعني ما فيش فيهم تعادل ولا هزيمه، لازم يكون فيهم فوز. اللعيبه لازم يخش لها الروح دي، انها تبقى عارفه الماتشات الجايه دي ماتشات حياه وموت بالنسبه لهم، ان الاهلي كان كبير ما ينفعش ان هو يخسر الماتشات اللي فضله، ولازم ينافس على الدوري لغايه اخر مباراه. صحيح. اكيد. فهو بايديهم، يعني اي خساره اي نقاط الاهلي هيبتعد عن المنافسه على طول. اللقاء القادم ان شاء الله للنادي الاهلي هيكون قصاد المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل. شايف اللقاء ده ازاي؟ واكيد طبعا اللقاء ده لا يقل اهميه عن اي لقاء اخر، في ظل طبعا احتياج النادي الاهلي لكل 3 نقاط من كل مباراه. انا شايف المباريات كلها اللي جايه صعبه للنادي الاهلي، عنده 8 مباريات صعبين جدا، عنده المصري وبعدين الاسماعيلي وبعدين عنده النجوم، فرقه بتنافس على الهبوط، فهتفضل تقاتل على المباراه لغايه اخر وقت، انبي وبعدين عنده الجيش وبعدين عنده سموحه وبعدين المقاولين وبعدين الزمالك. فتم مباراه قويه جدا كلهم زي بعض، لكن مباراه المصري مهمه عشان هي المباراه اللي جايه تعتبر عنق الزجاجه، انت لازم تفوز فيها عشان تبتدي تكمل تاني ترجع لطريق الانتصارات. صحيح. بعد سوء التوفيق اللي لازم الاهلي في اخر لقاءين. صحيح. سواء قصاد سان داونز الجنوب افريقي او قصاد بيراميدز، بالذات فريق بيراميدز، انا كنت متابع فريق بيراميدز في المباريات الاخيره، فرقه بتلعب دايما في الشوط الثاني مش في الشوط الاول، عندها امكانيات عاليه جدا دايما بتظهر في الشوط الثاني. بس برضو خلينا نتكلم عن اللقاء اللي فات، المباريات اللي قبل كده، انا بتكلم انا بيراميدز عامه كتحليل، هم فرقه عندهم لياقه بدنيه عاليه وتكتكس عالي جدا جدا جدا، بيبان في الشوط الثاني. الماتش مع الاهلي اختلفوا تماما، فجاه لقيت فرقه بتدافع الشوط الثاني كله في نص ملعبهم، ما بيعدوش نص الملعب، الاهلي بيعرف يستخلص منهم الكره بمنتهى السهوله. صحيح. وبيضغط عليهم بمنتهى السهوله يستخلص الكره، بس مش بيعرف يعمل بيها ايه. يعني احنا بنستخلص الكره ده حقيقي، وبعدين اللعيبه بتاعت الاهلي بتقف مش عارفه توصل الكره ازاي. يمكن لم ننجح ان احنا ننفذ يعني ننفذ الكور او الاستحواذ على الكور ده لاهداف بشكل معين، جانب خططي بشكل معين ما كانوش عارفين ينفذوها، مش عارف هل ده اجهاد، هل ده سوء تدريب، هل ده قله خبره، قله مهارات، يعني كان في حاجه ظهر في الشوط الثاني مش واضحه ايه هي، غير ان احنا كنا بنعرف نستخلص الكوره كويس جدا، بنضغط كويس جدا، وضيعنا في الشوط الاول حاجات كتير جدا. الشوط الثاني كان كله كور طوليه، بقى تحول الى كور طوليه تماما، استسهال للمهاجمين، فطبعا دي سهله جدا للمدافعين هم يطلعوها. طيب هل تتوقع ان اللقاء القادم قصاد المصري البورسعيدي هيكون فيه تغيير في تشكيله الفريق ان شاء الله؟ هو واضح ان التغييرات هتبقى في الباك اليمين، هيرجع محمد هاني مكان احمد فتحي. اعتقد ان حمدي فتحي هيلعب في نص الملعب مكان حسام عاشور. صالح جمعه لعب مباراه عاليه جدا، لعب مباراه عاليه جدا المباراه اللي فاتت،
الشوط الاول ادى، هو ناقصه شويه طياقه بس ادى الشوط الاول يعني مستوى عالي جدا. مع المباراه اعتقد صالح جمعه هيعمل فرق كبير جدا مع الاهلي في الفتره المقبله. مش شايف في تغيير تاني غير عوده رمضان صبحي، طبعا هيرجع تاني في الجانب الايمن او الايسر على حسب هيلاعبوا مع مين، مع جيرالدو او صحيح مع حسين الشحات، مع غياب طبعا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي بسبب حصوله على ثلاث انذارات. اكرامي رجع صحيح. في عوده لاكرامي، يمكن النهارده سمعنا كمان من مراسل قناه النادي الاهلي متواجد في تدريب النادي الاهلي ان شريف اكرامي بيؤدي تدريباته بكل قوه وحماس، وان هو باذن الله ان شاء الله قد يكون جاهز للمشاركه في المباراه القادمه قصاد النصر. يعني نتمنى كمان عوده وليد سليمان، لعيب مهم جدا جدا جدا، وهو يعتبر من اهم لعيبه الاهلي، قائد الفرقه في الفتره اللي فاتت. هو اللي وصل حضرتك يعني، هو ساهم ان حضرتك توصل النهائي مع كارترون نهائي افريقيا، وساهم في فوز الاهلي بالدوري السنه اللي فاتت، وكان ليه بصمه كبيره جدا. واحنا لما اتكلمنا انا وحضرتك في الاول كنا شايفين ان هو احسن لاعب في الدوري في اول كام مباراه. فهو لعيب مهم جدا في الاهلي وهيفرق معاهم الفتره الجايه ان شاء الله، وهيرجع الثلاث او الاربع جاي من المانيا ان شاء ألمانيا. الله. في ناس كتير كانت بتتكلم عن رجوعه وعن امكانيه لحاقه بالمباراه القادمه، ورغم ان ده مش اكيد، اعتقد هو مش هيلحق مباراه المصري، بس ممكن يلحق المباراه اللي بعدها اللي هي مباراه الاسماعيليه على طول ان شاء الله الاسبوع اللي بعده. طيب عايزين نتكلم عن ظاهره استقدام الحكام الاجانب في الدوري المصري الممتاز، وبرغم ان احنا بنجيب حكام اجانب للدوري المصري الممتاز ما بيكونوش على قد المستوى، يعني بيدفع 25,000 دولار في حكام ما بيكونوش على القدر الكافي من المستوى. على فكره هو يعني اللي انا قريته عن الحكام الاجانب، ما اعرفش هل ده صح ولا خطا، الحكام اوروبا بالذات هم اعلى فئه حكام على مستوى العالم، بياخدوا في المباريات من 15,000 ل 20,000 دولار. كويس، احنا ندفع اكتر، احنا ندفع 25,000 دولار عشان حضرتك تجيبي حكام دوليين فئه اولى من البلاد المتقدمه في الدوري زي انجلترا او فرنسا او ايطاليا او اسبانيا او المانيا. كويس، دول بياخدوا ارقام عاليه جدا من 15,000 ل 20,000 دولار. لما حضرتك تدفعي 25,000 دولار يعني الناس بيجيب حكم دولي من البلاد المصنفه في اوروبا، لكن صحيح. اروح اجيب حكم من شرق اوروبا بياخد من 10,000 ل 15,000 دولار بالكثير جدا، وادي له 25,000. بيبقى ازاي؟ انا مش قادر اتخيلها. طيب احنا ازمه الحكام عندنا، ودي طبعا هي كانت السبب ان احنا بنستخدم حكام اجانب من بره، شايف ان اتحاد الكره مؤثر في دوره مع الحكام المصريين مثلا من التدريبات او الدورات التدريبيه للحكام، الكورسات المفروض يديها لهم، شايف ان اتحاد الكره ليه دور؟ اكيد اكيد طبعا، ما هي في الاخر هي قصه تمويل عشان اقدر اعمل الحاجات دي. هل في تمويل للحكام عشان اقدر اديهم تدريبات على مستوى عالي، يسافروا ياخدوا تطورات تدريبيه على مستوى عالي، الثقافه بتاعتهم نفسها تكون بتفرق جدا، الثقافه بتاعت الحكم من حكم ثقافته عاليه وليه شخصيه في الملعب ولا لا. فكل دي دور اتحاد الكوره فيها دور مهم جدا. صحيح. طيب لو برضو هنرجع نتكلم عن التحكيم والحكام، طبعا شفنا في الدور الاول النادي الاهلي كان طبعا بيطالب جدا باستخدام تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز، وشفنا كمان انديه اخرى برضو بتطالب باستخدام تقنيه الفار، شفنا تصريحات اكتر من مسؤول من اتحاد الكوره اللي وعد انها تكون موجوده من الموسم الحالي او من الدور الثاني في الموسم الحالي، واللي قال من الموسم المقبل، واللي طلع وقال احنا اصلا ما عندناش الامكانيات دي والموضوع صعب جدا والموضوع مكلف جدا وفي الاغلب مش هيكون عندنا. شايف امكانيه وجود الفار في مصر قد ايه؟ ما كانت او ممكن نقول ان امم افريقيا هتكون السبب او بوابه لدخول الفار لمصر؟ اعتقد ده، اعتقد ان اتحاد الكره كان اعلن ان ممكن دخول الفار على الموسم المقبل، دي اخر حاجه كان قالوها بعد ما كان قالوا في الدور الثاني، وبعدين قالوا صعب انها في الدور الثاني عشان تكلفه العربيه، كانوا هيعملوها بتكلفه اللي هي العربيات اللي جواها الشاشات وهي اللي تبقى لقطه البث على طول. فاعتقد ان هي ممكن نعملها السنه المقبله، عايزه امكانيات وعايزه توفير، وفي شركات راعيه كتير تقدر تصرف على الكلام ده يعني. صحيح. طيب خلينا بعيدا عن النادي الاهلي نروح لامم افريقيا اللي كان 2019 اللي هيقام في مصر، وطبعا البدايه بتاعته كانت بالقرعه. القرعه اللي اكيد قدمت قد ايه مصر يعني بتعيش فتره في منتهى الازدهار دلوقتي، طبعا شفنا حفله يعني فوق الرائعه، بسيطه جدا، فوق الرائعه، بسيطه جدا وجميله جدا ومنظمه، تنظيم عالي جدا، وفعلا يعني بنشكر المسؤولين عن الحفله وعن تنظيمها، عملوها بشكل جميل يليق بمصر يعني. طيب بالنسبه للقرعه، بالنسبه بقى للقرعه، شفت المجموعات ازاي؟ يعني شفت مصر ومجموعه عالي قوي مصر يعني ازاي؟ مجموعه ما كناش نتوقعها بالشكل يعني، كل الناس متفائله بالمجموعه جدا جدا. الواحد شايف ان يعني ثلاث فرق سواء الكونغو الديمقراطيه او اوغندا او زيمبابوي، مصر تقدر تتغلب عليهم بسهوله وتتصدر المجموعه.
القصه في الدور اللي بعد كده هي اللي هتبقى فيها صعوبه او فيها مباريات صعبه للمنتخب المصري. هيك هتلعبي ثالث المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه. فاحنا نتمنى ان يكون حد من المجموعه الثالثه هو اللي يصعد. المجموعه الثالثه اللي هي السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا. لو الثالث قابلناه في دور ال 16 هيبقى مباراه لمصر سهله انها توصل دور الثمانيه. مش عايزين نلعب حد دلوقتي من المجموعه الرابعه اللي هي فيها كوت ديفوار والمغرب وجنوب افريقيا. يعني فهم عايزين ياخدوها بتسلسل خطوه خطوه، وفرص مصر كبيره طبعا في الصعود للنهائي. لو اتكلمنا عن الحصان الاسود للبطوله دي من وجهه نظرك شايف هيكون مين؟ اعتقد ان الكونغو الديمقراطيه فرقه اللي معانا في المجموعه. فرقه ممكن قويه تكون جدا، وعندها وعندها فرق وعندها لعيبه كتير جدا. من مازيمبي ومن بطل اللي هو كان بيلعب المصري في النهائي السنه اللي فاتت فيتا كلوب. فعندهم لعيبه تقيله وفرقهم فرق قويه يعني. تتوقع مين يوصل للسيمي فاينل؟ اتوقع المغرب فرقه قويه جدا على مستوى اللعيبه. اكيد لو الحظوظ بتاعتها مشيت كويسه هتوصل سيمي فاينل. اتوقع مصر ان شاء الله باذن الله السيمي فاينل. اتوقع غانا برضو فرقه قويه جدا جدا جدا. لسه مش واضح بقيه الفرق على حسب هتلاعب مين. طبعا السنغال ومالي فرقتين تقال برضو جدا جدا جدا، ومالي بالذات عشان ماني كمان فرقه قويه جدا، شفناها في كاس العالم اللي فات كانت فرقه صحيح ممتازه يعني. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن منتخبنا الوطني الاول، وازاي شايف من وجهه نظرك انه يقدر يستعد يعني بافضل شكل لامم افريقيا او اللي كان 2019، مع طبعا اكيد مطالبه الجماهير جماهير الكره المصريه بان احنا لازم ناخد اللقب بقى في النسخه الحاليه، يعني ما عندناش حجه، عندنا الارض وعندنا الجمهور ودول من اهم اللعبة. العوامل. عندنا اللعيبه المحترفه اللي تقدر تضمن لك ان انت تعملي مباريات قويه على مستوى افريقيا وتاخدي البطوله يعني. توفيق يفضل عامل التوفيق وعدم التوفيق، بس عند حضرتك فرقه كويسه جدا يعني. صحيح صحيح. عندنا العديد من اللعيبه المحترفه الاساسيه مهمه، لو بنتكلم عن كلهم صلاح صغار السن واخدين شهره جامده بره، وكلهم لعيبه على مستوى عالي جدا يعني. عند حضرتك 6 أو 7 لعيبه محترف اللي هو القائم الاساسي. دول جايين للجاهزين، هيبقى بس عامل ارهاق ان انت تحاولي توفر لهم يعني يخرجوا من عامل الارهاق قبل البطوله. والاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي عامل ده. صحيح. عامل شهر صحيح. كامل. طيب انت شايف ازاي يعني نقدر ان احنا نستعد جيدا للبطوله دي او اللي كان 2019؟ يعني اللي بنشوفه دلوقتي ان اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني عنده جلسه مع هاني بوريده، هيطلب منه خلال الجلسه دي ان هو يزود عدد الوديات القادمه لازم. من وديتين لثلاث وديات مع منتخب في التصنيف الاول او الثاني والثالث كمان. طبيعي عشان يحصل الانسجام المطلوب يعني. دايما المنتخب بيبقى قبل البطولات عايز يحصل انسجام، الانسجام ده بيجي بعد 3 أو 4 مباريات على الاقل وديه. صحيح. في فتره قليله دايما المصريين كانوا بيعملوا معسكرات عشان يحصل بينهم انسجام قبل البطولات على طول، فما بقاش نعمل، ما بقاش في وقت خلاص عشان كل لعيبه بقت اغلبها محترف. فالانسجام هيجي من 3 أو 4 مباريات بين الفرقه، وده لازم، ده ضروري جدا 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 عشان اللعيبه بتوع الدوري المصري اللي هتلعب في البطوله مع اللعيبه المحترفه يحصل فيها انسجام، لان اعتقد ان في تغييرات واضحه في التشكيل. صحيح. واعتقد لسه هيبقى في عناصر هتنضاف لما انضافتش قبل كده خالص. اكيد. يمكن المعسكر القادم هيشهد وجود برضه وجوه جديده على المنتخب الوطني، لكن طبعا هيتم بقى الاعلان عن القائمه النهائيه قبل البطوله ب 10 ايام. اعتقد هيبقى فيها مفاجات كتير. القائمه النهائيه من وجهه نظرك مين اللي ما انضمش قبل كده لقائمه المنتخب في الشهور اللي فاتت او المعسكرات اللي فاتت، وشايف ان هو لازم ينضم في الفتره المقبله ان شاء الله؟ عبدالله السعيد اعتقد نمره واحد اللي هينضم. اعتقد يعني هو مادي بشكل ثابت مع بيراميدز، مادي موسم عالي جدا معاهم، مستواه ثابت. اعتقد ان هو هيبقى ليه دور مع المنتخب الفتره اللي جايه. لسه المنتخب بيبحث عن باك شمال، كان اعتقد ممكن ياخد ايمن اشرف او عبد الله جمعه. لسه المنتخب ما عندوش باك شمال، لسه مش عارف هيعملوا ايه في المشكله بتاعت باك الشمال. ما فيش مراكز ثانيه محتاجه تدعيم، احنا كل المراكز الثانيه فيها تدعيمات بواحد او اثنين. صحيح. طيب خلينا نروح لمحترفينا في الخارج، نتكلم عن محمد صلاح اللي خرج من اللعيبه او القائمه النهائيه للعيبه المرشحه انها تاخد جائزه الافضل في البريمير ليج في الموسم الحالي بعد ما حصل على نفس الجائزه دي في الموسم اللي فات. شفت ده ازاي؟ منافسه شرسه جدا في الدوري الانجليزي. صحيح. اقوى دوري على مستوى العالم، منافسه شرسه، لعيبه كلهم على مستوى عالي.
محمد صلاح ما كانش لسه خد الشهره ولا خد الباور بتاعه، فكان بيقدر يعمل هو عايزه السنه اللي فاتت. السنه دي بقت كل فرق مركزه عليه، بتدافع عليه بواحد او اثنين. صحيح. بقت في فرق الصغيره في الدوري الانجليزي بتبني لما تيجي تلعب ليفربول تبني خطتها ازاي على محمد صلاح، خطوره محمد صلاح. عشان كده حتى ماني ظهر السنه دي وظهر بشكل كبير جدا في المباريات، لان كان كل التركيز ازاي اقفل ناحيه الشمال وازاي اقفل على محمد صلاح. لدرجه ان كلوب المدير الفني بتاع ليفربول ابتدى في اخر المباريات يلعب محمد صلاح شمال مش يمين، او يلعبه في النص كسترايكر صريح، ويلعب فيرمينيو يمين وشمال، بيغير في الجانب الخططي بتاعه بين الثلاثه عشان يقدر يفضي مساحات لمحمد صلاح انه يقدر يلعب. صحيح. محمد صلاح كمان تم اختياره من اكثر 100 شخصيه مؤثره في العالم. يمكن هو لاعب كره القدم الوحيد اللي تم اختياره في القائمه. طبعا، لان هو فخر لجميع المصريين وجميع العرب. ما حصلش قبل كده ان مصري وعربي يوصل للمكان ده. حاله جديده على المصريين والعرب اكيد. والاستمراريه يعني كانت بتحصل طفرات في موسم في نص موسم، لكن الاستمراريه 6 أو 7 أو 8 مواسم متتاليه بيعلى. صحيح. فدي ما حصلتش قبل كده. ربنا دايما يوفقه ويحميه، احنا محتاجينه في كاس الامم نبعد عنه الاصابات، لان هو اهم لعيب عندنا في كاس الامم اللي جاي. من تصريحات اين راش اسطوره ليفربول الانجليزي السابق، قال ان محمد صلاح يقدر او عنده المقدره ان هو يقود ليفربول ان هم ياخدوا البريمير ليج في الموسم الحالي. شايف الكلام ده ازاي؟ الحظوظ متساويه في السنه دي في الدوري الانجليزي. المنافسه ما بين مان سيتي وليفربول خلاص ما بقاش في منافسه ثانيه، هم الفرقتين دول بيتنافسوا على الدوري. اي تعثر للمان سيتي ليفربول ممكن ياخد الدوري. صحيح. للاسف بقت دلوقتي الدوري كراسي الموسيقيه بايدي المان سيتي وليس بايدي ليفربول. يعني حتى لو ليفربول كسب جميع مبارياته والمان سيتي كسب جميع مبارياته، مانشستر سيتي هياخد الدوري. صحيح. فهم بيتمنوا اي تعثر. النهارده كان عنده مباراه صعبه جدا مع توتنهام. صحيح. كسبها 1-0. عنده ماتش مهم جدا المان سيتي مع مانشستر يونايتد في اولد ترافورد يوم الثلاث المقبل تقريبا او الاربع. يعني طبعا ليفربول وكل مشجعي ليفربول بيأملوا ان هو يقع في المباراه دي، يتعادل او يخسر. صحيح. عشان يبقى عندهم هم فرصه ان هم ينافسوا على الدوري. صحيح. لكن حظوظهم عاليه طبعا في المنافسه على الدوري. اكيد. وبالنسبه للتشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا، مباراه صعبه جدا، برشلونه وليفربول. نهائي للبطوله. كيف صوره قبل النهائي؟ ده نهائي البطوله فعلا، كان لازم الفرقتين دول يتقابلوا في النهائي وليس في قبل النهائي. تكون مواجهه شرسه جدا. لكن يعني ليفربول عندها امكانيات انها تفوز بالمباراه دي. يمكن الناس كلها واخده المواجهه دي على انها مواجهه ميسي ومحمد صلاح. طبعا ميسي كمان الفتره الاخيره يعني متقلق. بيصنع الفارق في كل المباريات. وهو يعني ما حدش بيعرف يمسكه، بيلعب كوره مختلفه خالص عن جميع لعيبه العالم. ويعني حضرتك شفتي الماتش اللي فات جاب جونين بمنتهى السهوله، بمنتهى السهوله. فبرشلونه فايقه جدا عشان ميسي فايق. صحيح. طيب لو كنا بنتكلم عن محمد صلاح، فاحنا اكيد شفنا في الفتره اللي فاتت دي كميه العنصريه اللي تعرض ليها محمد صلاح نجمنا المصري، وكمان برضو شفنا رد فعل نجوم كوره كتير جدا. يمكن كنا النهارده كمان بننشر التويتات اللي هم كاتبينها او صور منزلينها على انستغرام دعما ل يعني الانهاء او يعني قتل العنصريه دي تماما من كره القدم. شايف ده ازاي؟ هي مش ما كانتش عنصريه قويه، كانت قله من جماهير تشيلسي. هم يعني في جماهير انجليزيه شويه عندهم شويه عنصريه، وبالذات للنوادي القديمه زي نادي تشيلسي. يعني هناك الاتحاد الانجليزي قوي جدا. صحيح. في التعامل مع العنصريه. حقيقي. والانديه نفسها والامن بتاع الانديه بيطلعوهم على طول بالكاميرات وبيمنعوهم ان هم يخشوا الملاعب اصلا خالص. يعني حتى لو هم شاريين التيكتس، حضرتك عارف هناك التيكتس بتتباع بالموسم كامل، بيمنعوا ان هو يخش. الامن هناك عنيف جدا جدا مع التعامل مع الجماهير. ومنتهى الصرامه ومنتهى الحزم. ويعني فعشان كده انا شايف ان هي كانت قله، وردود الافعال كانت قويه جدا ضدها، لان مش اول لعيب يتعرض للعنصريه، كذا لعيب يتعرض للعنصريه دي قبل كده. وكان دايما بيبقى ردود افعال قويه يعني. فمش هناخدها على محمد صلاح ان هو لوحده يعني. صحيح. طب طالما بنتكلم برضو عن محترفينا في الخارج، لازم برضو نتكلم عن باقي المحترفين. محمد النني اللي رجع مره ثانيه للتشكيل الخاص بارسنال الانجليزي، شايف رجوعه ده ازاي؟ انا شايف ان هو لازم اعتقد ان محمد النني مش هيكمل في ارسنال الموسم المقبل. ابتدى يلعب في اخر المباريات، بس ده طبيعي. المدير الفني بيبتدي يريح اللعيبه بتاعته خلاص. هو بينافس على التالت او الرابع الدوري الارسنال. عنده بطوله اوروبا اهم من الدوري، فابتدى يلعب محمد النني في الدوري، ان هو خلاص وصل قبل نهائي اليوروبا ليج وممكن يوصل النهائي بسهوله.
فبيعمل تدوير للعيبه، ابتدى يدي فرصه لمحمد نيني وظهر بشكل كويس مش وحش. بس هو عنده في مركزه 3 أو 4 لعيبه، اعتقد ان الفرصه هتبقى صعبه الموسم المقبل، مش يعني ده اعتقادي الشخصي يعني. وهو عنده عروض كتير جايه له على فكره من الدوري الانجليزي. صحيح، ده حقيقي. عروض فعليه جات له للوكيل اللي اتكلمت معاه قبل كده، وقال ان هو جاي له من ليستر سيتي اوريدي عرض، وجاي له من توتنهام عرض، وجاي له من الدوري الاسباني عرض. فاوريدي يعني محمد نيني مش خايفين عليه، هو جاي له عروض، بس هو لازم فعلا يعني يبتدي يشوف نادي يقدر يلعب فيه. طيب. انه هيفرق مع المنتخب جدا لما بيلعب. صحيح. غير ان هو بيبقى احتياطي. صحيح. طيب نروح بقى لمحمود حسن تريزيجيه، نجمنا المتألق في تركيا. جدا. شايف تريزيجيه مكانه في تركيا، ولا المفروض ان هو يكون بيلعب في دوري من الدوريات الخمسه الكبرى؟ لعيب امكانياته عاليه جدا جدا، مهاري، سريع، عنده امكانيات عاليه جدا. سوء توفيق ان هو مش قادر يروح نادي كويس يظهر فيه امكانياته، مش قادر، ولا هم اللي مش عارضين يفرطوا فيه في الوقت الحالي. حضرتك بتبتدي انك رحت النادي مضى معاكي مش عايز يسيبك، بتبقى مشكله وبتضطري تضطري موجوده. الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي، لو راح محمود تريزيجيه في اي دوري من الدوريات دي مستواه هيحصل له طفره غير طبيعيه. ده طبيعي، هيتطور كتير. جدا جدا. وده اللي احنا محتاجينه. اعتقد انه هيحصل له، هو لسه صغير، يعني بتتكلمي برضه سنه. صحيح. 22 سنه او 23 سنه اعتقد، يعني حقيقي لسه صغير، فعنده امكانيات انه يعمل ده. وكويس ان هو يعني لسه في الدوري التركي ابتدى يبان السنه دي والسنه اللي فاتت. كمان بنشوف يعني كريم حافظ النجم المصري برضه انضم لفريق قاسم باشا، وبيشارك عاده كبديل في مباريات قاسم باشا. مع انه كان متألق في الدوري الفرنساوي برضه قبل ما يروح. واللعيب كويس جدا، يعني امكانياته كويسه جدا، لكن بيجي مع المنتخب تلاقي مهزوز، عنده ثقه بنفسه قوي، لسه قلقان شويه، يمكن سنه صغير. فهو عايز ياخد خبرات، لكن هو كلاعب باك شمال ممتاز. هيبقى في المستقبل هيبقى باك شمال منتخب اعتقد يعني. طيب، ونروح للدوري اليوناني سريعا، لوردة والأحمد حسن كوكا. أحمد حسن كوكا في الفترة اللي فاتت دي كان بيقدم مستويات كويسة جدا. يعني أحمد حسن كوكا على مستوى راس الحربة أو السترايكر الصريح مهاجم ممتاز، لكن مش بيظهر مع المنتخب المصري عشان ستايل اللعب المنتخب مختلف تماما عن ستايل اللعب بتاع الفرقة اللي هو بيلعب فيها دايما. فلازم ده بيحصل مع الانسجام، لسه بقول لحضرتك عشان يبقى في انسجام بين اللعيبه. اعتقد ان احمد حسن كوكا ممكن يبتدي يتالق مع المنتخب لو خد فرصه انه يلعب 3 أو 4 مباريات مع بعض ورا بعض مع المنتخب المصري، هتلاقي هيبتدي يبقى في انسجام. بس لكن هو ما بيلعبش ماتشين، ما يكملش ماتشين على بعض. عندنا اثنين مخضرمين في المنتخب، حجازي والمحمدي، اثنين ماشيين كويس جدا في الدوري الانجليزي رغم ان هم بيلعبوا في الدرجه الاولى يعني، لكن ماشيين بمستوى كويس يعني. استاذ عمرو فوزي، نورتنا النهارده في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا على شاشه قناه النادي الاهلي، ومستعيد على حضراتكم.